لك عبالي انا واحد عبالك انا وحدي جاي لك جايب لك جيش وياي جايب لك جيش وياي اوكي واحد الآخر لا يا اخي نام يا اخي صار لي ساعه اضربك دنام عاد لا 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 ابتعد تعالوا 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 هذول كتلوهم وخر 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 عافيه عافيه دودو عافيه يا دودو عافية يا دودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله طيبين؟ رجعت وياكم فيديو جديد، حلقة جديدة اليوم، اليوم ان شاء الله يكون الحلقة الثانية من السلسلة التعليمية اللي نسميها أو البداية الجديدة، لأن اكو اعتبروها سلسلة تعليمية وعجبهم الفكرة، فيطلبوها مني هاي السلسلة، إن شاء الله اليوم نكمل الحلقة الثانية، قبل لا نروح نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر الله ولا تنسون يا ولد اللايك والاشتراك همينا لا تنسوا ويلا ليتس جو خلونا نكمل الحلقه اوكي شباب طبعا احنا اخر مره وقفت هنا وما كملت بعد اللي صار انه مجرد رحت حولت العالم للموبايل الثاني ولفلت مثل ما قلت لكم ليفل 100 على مود لا نتعب بالليفلات وهاي سوالف واحنا دا نشرح بال اسمه واحنا دا نلعب بهذا العالم والله نقدر نسوي لنا سرير السرير ايش قاعد يريد بالله يا اوبن كرافتنج يريد هايد وفايبر وتاتش اوكي يريد هايد وتاتش وفايبر اوكي ايش قد صار عندنا تاتش صار عندنا 119 تاتش باقي عندنا الهايد والفايبر خلونا نجمع فايبر بس سالفة الهايد سالفة الهايد علا يا ولد حاليا شنو نجلد بالله راح نسوي مهمة همينة ولكن اريد السرير على مود اخاف تظلم النام عوف عوف هايد هسه هايد راح ندبر الشغلة مالته هذا ولا دودوز هواي اكو هنا نجلد سوي لنا سبير المهمة التالية عدنا ها عندنا دايلي بيرسون اوكي عندنا مهمة يومية اوه اوه لا 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 السلام عليكم السلام عليكم ما نريد ما نريد المهمة العادية مالنا وين المهمه مالنا؟ هياته. فيرست ليتل فيوم يا لا لا اقعد راحه. بيلد هاوس فاونديشن، اوكي. هاوس فاونديشن يقول ابني اربعه من الفاونديشن. شي يحتاج الفاونديشن عندنا؟ يريد فايبر تاتش وود، نجمع لنا، اه قلنا نريد فايبر. خلنا نجمع، هاي السرير عندنا بس هذا السرير اربع ساعات هذا السرير اختلاف هذا السرير على هذا السرير اللي هنا هذا السرير هذا السرير اللي بالقاع هذا باي مكان تقدر <applause> تخليه حتى بدون فاونديشن ومن من تموت ترسم بيه مره واحده ويختفي وشغل اللغ انه هذا اربع ساعات ينومك ذاك سبع ساعات خلونا ناخذ فايبر بعد نسوي لنا فاونديشن اثنين بعد وحدة يمكن اي بعد وحدة بس بس وحدة هو يريد اربعة اربعة فاونديشن يقول لك سوي سوينا بعد واحدة فاونديشن هذا على مود يعلمك شلون انه تبني بيس بالبداية اوكي خلونا نجي هنا نجيب الفاونديشن من الانفنتوري بليس اوكي ايش هال ايش هالمكان البيض للبيت؟ ايش هالمكان البيض؟ شل... عرف زاء شنو هذا صار؟ ادري جاي تلعب مكعبات شنو هالبيس البيض؟ اخ الله لحظه خلينا نخلي شويه هي جيبه جيبه نحتاج ال ال الميت اللحم الفاسد للذبه تحتاجه بعدين اوكي هذا تمام هسه بيلد دور فارما اوكي يقول لنا ابني باب عندنا باب لكن شو تسوي الباب ما تبنيه هيجي نجي بالبداية هنا وود وفايبر اوكي فايبر وود ما ادري شنو هالباب اللي راح يصير ما ادري هذا الباب وين راح يتخلى يا ولدي ما ادري شنو هالبيت هذا بيت المتخلفين ابلع خلي الباب همينة اوكي خلصنا المهمة اوكي يقول لنا ابني ستة ستة جدران لكن احنا كم جدار يراد لنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ممر هذا يا ولد ممر مو بيت اوكي خلونا نجمع موارد بعد نجمع جمع نقدر ننام نقعد شوية الدنيا يعني نهار شي يعني لو لو الا الا سالفتنا داتشة سالفتنا داتشه شو نسوي؟ هذا الدودو ابلع يا أوه اه انكسر دودو دودو عصبي هذا هي الدودو هيا الدودو إيش الشغله يا دودو انا علمك والله سالفه الفايبر بلوه بلوه اللي راح يضوجك الفايبر اللي راح يضوجك اكثر شيء الفايبر بالبدايه ليه ما تسوي التول او تروض لك ابو مخالب منو ابو مخالب هسه راح تتعرف عليه بالسلسلة راح تتعرف عليه راح تكرهه بس بعدين تحبه ليش لانه راح يخلصك من سالفة الفايبر وحدة عندنا ثلاثة نقدر نسوي بعد بعد اربعة يمكن تمام هيك يمكن سبعة سوي اه, ثلاثة سبعة ثمانية تقريبا ثمان جدران صار عندنا خلو نجي هنا نخلي بالهوت بار نضغط عليه ابني 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 هو خلاص المهمه بس انا عندي بعد جدران وين اصرفهن بيلد اه عندي بعد يب عندي بعد تمام الروف ابني لك روف نجي هنايا الروف وين نلقاه بس انا ما اريد روف يا ولد صدق ملاحظه بالنسبه للفيديو مال التكت ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو كامل شلون تستخدمون التكت يا سيرفر تستخدموا لان اكو بيكم جاي يروح الاماكن غلط فراح اسوي لكم شرح مفصل شلون جاي انتقل من الملتي من الاونلاين للسينجل بلاير بالتكت سوي سوينا اربعه حلو اربعه اربعه ما اريد اسوي ما اريد اترس البيت هذا روف راح نسوي شلون ما كان على مود نخلص المهمه بس لانه هذا اصلا مكان البيت زفت تقدر تبني لي غاد لو باني لي غاتشان هسه صاير البيت مربع مستطيل عادي يكمل ولكن هسه سويناه بيت حلزوني. أول واحد يبني بيت حلزوني. أول شخص يبني له بيت حلزوني منو باني قبل؟ هاي هاي يا أخي ليش ما يصير؟ شوفوا وين صار بالله عليكم خلنا نخلص هاي المهمة الزفت. خلنا نخلص هاي المهمة الزفت. <applause> اوكي خلصنا هاي المهمه خله يولي هذا البيت والله ما ادري شنو من بيت صار لو مسوي مربع كان هسه شو اسمه لو مسوي اربع فاونديشنات هيك بالاطراف خلونا نكسره جو انسايد يقول لك هسه يقول <applause> لك <applause> طب للبيت ما يصير البيت ليش يا ولد لانه الروف هذا ما صار فوقه الروف هذا وين صار هذا صار جوي خلو نعدل الوضع ونرجع لكم يا ولد اوكي شباب هسا بعد ما رتبنا الوضع مثل ما تشوفون هنا موجود المفروض لازم نبني السلوبد هذني المثلثات سلوبد ثاتش وار رايت وليفت على مود شنو على مود نقدر نخلي الروف هو الغبي ما قايل لك تخلي ذني قبل طفر لك على الروف الروف ما ينبني اذا مو ذني ما ينبني اذا مو ذني هسه شوفوا هسه اذا نجي هنا نقول له بليس شوفوا هسه يصير نغطي البيت هسه يصير نغطي البيت اوكي غطينا البيت يقول لك جو انسايد يقول لك هسه فوت للبيت حلو وسد الباب صار المهمه مهمتك خلصت مال يعلمك شلون تبني فيرست بيرسيت كومبليت فيرست اوكي يقول لك هسه فتح لك شو اسمه اوكي تفتحه من الانجرامز هذني تفتحهم تجي تفتح الودن كلاب ينفتح عندك مهمة له وينها؟ تيم دودو اوكي؟ يقول لك مهمة تيم دودو أول شي ياخذك وين؟ ياخذك على دودو هاي المهمات مو مهمة مال الدودو ولكن يعلمك شلون تروض كبداية ما عندك أسلحة تخدير تجي هنا شو تسوي؟ نسوي لنا كرافت للكلاب الكلاب شو يحتاج؟ يحتاج بعد فايبر نجيب فايبر هذا الكلب وودن نف... كلب تجي تصنعه وتخدر به هذا تخديره مو قوي ولكن يفيدك للدودو هذا يفيدك للدودو يقول نوك اوت ا تضربه ضربه ضربتين ثلاثه اربعه ابلع ابل ابل ابلع, أبلع. 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 نام فيد بيريز هذا بدايه علمك شلون تروض هسه بعد ما نومنا نعم نشوف هذا البار الوردي طالع فوق يعني نايم ننطي له هذا البنفسجي الميجو بيري احسن شيء انك تطيه للحيوان اوكي ده ياكل وتروض عندنا اول دودو نيم يور فريند شلون تسمي تجي هذا تدوس على الجمجمه فوق على هذا القلم تختار له اسم اسميه ابو دودو ابو الدودو انت ابو الدودو اوكي دوس على الصح وتسمى تغير الاسم مالته هسه هذا المهمه خلاص اوكي Your new تيم has been اراودد الف اكسترا هنايا أك... اكسبيرينس اكس بي الف راح ينطيك هنايا راح ينطيك الف XP بي اوكي اوكي هنا يقول لك تيم ديلوبوسورم تايم <applause> ديليبسور شنو هو يعني انه نروض ابو تفله خلونا نروح نشوف لنا نروض لنا ابو تفله نقدر لا رابتر ابتعد هياته ابو تفله تعال تعال ابو تفله تعال هو لون ربطه بالبوله احسن لا لا تفل اه دودو ما انا جاي منك واخر دودو عوفه خلا بيومك نام نام, نام 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 نام.. لا لا يا بيض لا لا يا بوت فاسيف يلا خشمر ده الروضه هذا انطينا اللحم وانتظره يجو انتظره يتروض هذا ابو تفله مالنا راح يتروض اول ترويضات كبدايه هيك راح تكون طبعا تقدر تستخدم له البوله هاي وينه هاي البوله تقدر تستخدم لها على مود انه ولكن تقدر ايضا تستخدم له السلينج شوت شوت شلون ينصنع ينفتح عندك بهذا الليفل ليفل ستة تجي هنايا الكرافتنج سلينج شوت يريد منك خمسة وود 20 فايبر واحد هايد وين الفايبر مشكلتنا ويا الفايبر احنا اوكي هسه نقدر نصنع تصنع السلينج شوت وتشيل ستون مش قد ما تقدر تاخذ ستون اوكي تروض عندنا لأبو تفله هي متروض ايه نيم your فريند هم يقول لنا سميه انا ابو نخلص هاي المهمه ابو تفله سميناه هم يعطيك ينطيك الف بهاي المهمه هانت ديلو بوسور هذا اوكي تجي هنا كبدايه خل اعلمكم بالبدايه على هاي السالفه مال السلينك شوت اللي ينوم تخليه هنا شوف عندنا 17 ستون هذا ايضا ينوم ولكن مو هالقد ولكن يفيدك كبدايه لكن ليش انت تجي على هذا؟ ليش هذا؟ اللي تسوي انه تعال على المهمات حلو؟ عندك مهمه هنا وحده من ذني مهام الديلابوسور هذا يقول لك افتح من الانجرامز القوس والسهم نجي هناية نفتحهم من الانجرامز قوس وسهم اوكي فتحناهم البول همين نجي من نجي هنا ديلابوسور يقول لنا وينه؟ فتح لنا يا وصعد فوق اوكي. نجي نفتح المهمة. من فتحنا المهمة يا ولد؟ ندور على ابو تفلة. حلو؟ خلونا ندور لنا على ابو تفلة. لو عندك حيوان مروض همينه يكون احسن. اوكي شباب بعد ما فعلنا المهمة مال الهانت ديلو يعني هانت هذا هذا من هذا الحيوان ابو تفلة نجي هو من الدور عليه تشوفون هذا السير يعطيك اشاره اذا انت قريب منه صنعنا ال... هو يقول لك اصنع ال... البو والاسهم لكن ما يحتاج انك تصنعه ما يحتاج مجرد تعال عليه مجرد ها ها هياته تعال عليه اول شيء خلي هذا ابو تفله راح نخليه يهجم عليه وينه لا تارجت روحوا عليه لك عبالي انا يعني واحد انا يعني وحدي جاي لك جايب لك جيش وياي جايب لك جيش وياي اوكي واحد الاخ واحد الاخ طبعا لازم تقتل ثلاثه انت لازم تقتل ثلاثه اوكي قتلنا الثاني بقى الثالث نجلده ونخلص المهمه ونحصل لنا بو مطور هذا البو مطور شو يفيدك يفيدك من تصنع الاسهم التخدير راح يخدر بقوه اوكي هي قدامنا <applause> طلع البوله وينه جيب البوله انا مود لا يدمجنا وفد ابلع هسه نجي له على راحتنا على راحتنا نقتله ابلع ابو تفله <applause> ابلع خلصنا المهمه مال ابو تفله <applause> حلو هاي المهمه خلصناها انطانا بوم مطور خلونا نشوف ايش قد الدمج مالته اوكي دمج ماته 372 هذا الدرابلتي مالته ايش حلو 300 حلو حلو هسه نجي نقدر انه نصنع الاسهم من نجي نصنع الاسهم هاي اوكي احنا فاتحين الاسهم يحتاج منك فلنت الاسهم هاي هاي الاسهم يحتاج منك تاتش وفايبر وفلنت فايبر, فايبر عندنا حلو فلنت نجيب منا ايه من الستون بالبيكاكس يعطيك فلينت اوكي وتاتش وتجيب تاتش همينه من الشجره اوكي هسه نروح نصنع الاسهم نصنع لنا اسهم حلو هاي 14 سهم صنعنا هذا السهم كلش راح يفيدك بالبدايه هذا البول مطور دمج ماله عالي واذا جبت له اسهم مخدره يكون التوربر بي جدا عالي نقدر بالانجرامز نسمي هذا الواتر سكين على مود نملي مي وباي مكان نقدر نشرب مي نفتح الناركوتيك وذن الشغلات اسهم مخدره ما تقدر هسه اسهم المخدره تنفتح عندك يلا الليفل واحد اه, 21 ليفل 21 يلا ينفتح عندك الاسهم المخدره نروض لنا رابتر كان اكو رابتر هنايا ما ادري اقدر اروضه هيك لا السلينج شوت موجود ياب هنايا خلينا نسوي ما عندنا بوله لا والله ماكو بوله يا ولد ابتعد 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 ابتعد, ابتعد, ابتعد. ما دام ما عندك بوله ابتعد يعني راح نترو نتروط شنو لازم لا انا راح نترو نتروط شنو راح نتورط لازم نقتل لنا شيء على مود نجيب له لحم تعال 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 هنا تعال ما ادري ايش قد ليفلك تعال تعال عوفه عوفه يا بيض ابلع خلنا نضربه بالسلينج شوت باع الكومبي صدق كذي بهسه وقت كومبي هسه وقت كومبي لا يا اخي نام يا اخي صار لي ساعة اضربك نام عاد نام اي مغثة اي مغثة والله ما ينام يا ولد ما عندي با... ما عندي بول اللعب ما عندي استلموه جماعة الجماعة استلموه استلموه دق هسه ابو تفله يتفل عليه الدوده منك يضربه ابو تفله يتفل عليه الدوده منك يضربه بدايتك الجديده اللي اريده منك انه تشوف الفيديو مال التلفي ليش على مود اريد منك توصل ليفل شقير توصل ليفل 21 على مود تفتح اسهم التخدير تفتح اسهم التخدير بعدين شو تسوي تفتح المورتر وتفتح هذا الناركوتيك تجي هنايه تجي للبيت نصنع المورتر وين المورتر أه تجي هنا المورتر يريد منك 65 ستون أه 15 هايد احنا ستون ما كان عندنا لا خلصناه على شسمه اوكي مثل ما قلت لكم تتعلمون المورتر تصنعونه من 15 هايد 65 ستون تصنعه تجي هنا يا عندك <applause> اه عندنا واحد بس <applause> عندنا واحد بس يراد لك لحم فاسد لحم يعني نجيب لنا شو اسمه هم نجيب لنا الميجو بيري لا الناركو بيري ال التوت الاسود خلو نجيب لنا توت اسود خمسه بس خمسه نحتاج لان احنا عندنا واحد بس اتوقع نقدر ننوم الرابتر هذا بضربه واحده من هذا شو اسمه هذا البو لانه مطور هنا بهاي المرحله راح يعذبك الناركو بيري ليش يراد لك تروض لك حيوان يجمع لك توت على مود شنو على مود تقدر تجيب الناركو بيري بسهوله وانصحك انك تروض الباراسور تروض الباراسور من البدايه اوكي نجي هنا نصنع الناركو ناركوتيك عندنا اسهم الشسمه اسهم العاديه مجرد تاخذ الناركوتيك يفتح عندك هذا الاسهم المخدره ونجيب الاس السهم المخدر هذا نخليه وين نركبه على البو ركبناه على البو خلينا نصنع لنا شسمه اسمه بوله نقدر نصنع بوله يراد لنا فقط تاتش اوكي نجي على التاتش اوكي هسه نصنع لنا بوله نروح على الرابتر خلونا نشوف سهم الواحد هل راح ينومه هو الرابتر وين آه لحظة كاتلينه <applause> وربي شنو من دودو شو اسمه انتم؟ شفوا يا دودو عاش بطل يا دودو لا 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 ابتعد تعالوا تعالوا تعال هذول كتلوهم وخر 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 عافية عافية دودو عافية يا دودو عافية يا دودو عاشت ايدك عاشت ايدك يا دودو تعال يا الدودو وياي وياي دودو دودو وياي 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 يا دودو لا موت موت الدودو لا لا مات مات الدودو تيك اول جيب احنا مو مسوينا شو اسمه احنا مو مسوينا غراضك ما يوقع ليش وقع؟ تعال يا ابو تفله تعال اه محصل لنا سهم و10 سهم محصل لنا حلو اوكي اوكي شباب لهنا يا وصلت لكم نهايه الحلقه طبعا هاي الحلقه كان سوينا كم مهمه بالبدايه جدا تفيدك خاصه المهمه مال الجلد الديلو هذا الحيوان ابو تفله انك تجلده طبعا اذا تريدون يا شباب نرجع من الليفلات مثلا ليفل 10 كنا واصلين خلينا نقول نرجع من هناك ونشوف المهمات بالتسلسل اعتيادي نقدر نسوي ونلفل لنا ليفل ليفل اذا عصت علينا الامور نلفل لنا ليفل ليفل وما راح نلفل هيك قبل ال على مود نسوي المهمات شويه شويه فيا يا ولد مهمه الديلو جدا تفيدك شفت البو هذا طبعا البو هذا جليت بي باراسور الهيلث ماله كان تقريبا 700 هيك شيء سهمين بس قبل جلدته فجدا راح يفيدك هذا البو اذا جبته فيب لهنا وصلت وياكم نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استفادتوا وشي اتمنى يكون الحلقه عجبتكم لا تنسون يا ولد اللايك والاشتراك واقتراحاتكم واي شيء يخص هاي السلسله بالتعليقات اشوفكم بالحلقه الجايه مع سلامة